بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين في كل مكان داخل مصر وخارجها، لكم مني أجمل تحية من شاشة مصر الزراعية وحلقة جديدة من برنامجكم صوت الفلاح. في الحقيقة قبل ما نبدأ محاور حلقة اليوم، الحقيقة يتوجه برنامج صوت الفلاح وبصفة شخصية أتوجه بخالص التعازي للزميل العزيز المهندس أسعد منادي وكيل وزارة الزراعة بالجيزة لوفاة نجله المرحوم الكابتن أحمد أسعد منادي. مفيش شك أنه مصيبة الموت من أصعب أو من أكبر المصائب التي يمكن أن تصيب الإنسان، وعندما تكون هذه المصيبة في فقد الإنسان لأحد أبنائه فهي لا شك مصيبة كبيرة جدا. لكن ندعو للفقيد الراحل الكابتن أحمد أسعد منادي بالرحمة والمغفرة، وأن يجعله الله في أعلى عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ونتمنى الحقيقة للمهندس أسعد أن ربنا يصبره، لأن الموضوع الحقيقة ما فيه شك يعني مصاب جلل. لكن أذكره بقول للحق تبارك وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. خالص التعازي للمحترم الزميل العزيز المهندس أسعد منادي لفقد نجله الكابتن أحمد أسعد منادي. نقطة تانية الحقيقة عاوز أنوه ليها، وزي ما احنا متعودين لما المسؤول الحقيقة بيتعاون معانا وبسرعة لحل المشاكل لابد أن نشكره في هذا البرنامج. أنا بتوجه بالشكر الجزيل للزميل العزيز الدكتور محمد يوسف رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات. الحقيقة جات لي شكوى على التليفون على الواتس اليوم، يعني يمكن من حوالي ساعتين تقريبا، ان في مشكلة في الفيوم في مركز إتصا، ويعني خاصة بتوزيع الأسمدة وفي كذا وفي كذا. انا الحقيقة بعتها مباشرة للدكتور محمد يوسف، يمكن خلال ساعة جالي الرد دلوقتي من الدكتور محمد على الواتس ان الشكوى تم فحصها وبعت لي الحقيقة ما يدل على ذلك، وإن الشكوى كيدية للأسف الشديد. أنا من خلال البرنامج الحقيقة بنادي أهلنا المزارعين جميعا، أرجوكم لا داعي للشكاوي الكيدية، نتأكد إن الشكوى حقيقية، لأن حضرتك لما بتشتكي إحنا الحقيقة بناخد كل المشاكل على وجه الجدية وبنفحصها فعلا. فلما حضرتك بتشتكي وتكون الشكوى غير حقيقية أو شكوى كيدية، حضرتك بتحرك أجهزة وبتضيع وقت المسؤولين. فأنا أتمنى أن أي مزارع أهالينا المزارعين أرجوكم ما تشتكيش أو ما تبعتش أي مشكلة غير إذا كنت متأكد أن هي شكوى حقيقية. كل الشكر للدكتور محمد يوسف رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات. نرجع لموضوع حلقتنا النهاردة الحقيقة، وموضوع إحنا بنستكمله. يمكن إحنا كنا عملنا حلقة يمكن من حوالي 3 شهور تقريباً عن فاكهة السعادة وهي الموز. طبعا مفيش شك انه فاكهة الموز من الفاكهة المحببة لكل افراد الاسرة لجميع الاعمار، الصغير والكبير كله بيحب الموز مفيش شك. هنتكلم على رؤية جديدة للنهوض بهذا المحصول المهم، واحنا عندنا المساحات المنزرعة من هذا المحصول في حدود 84 الف فدان، اذا هي ثروة مهمة جدا. هنتكلم مع ضيفي العزيز اللي بيشرفني عن هذه الرؤية، وطبعا هنستقبل أسئلة حضراتكم المتعلقة بمحصول الموز. لذلك يسعدني أن أرحب بضيفي وضيفكم في هذه الحلقة الدكتور عبد الحميد الشاهد الأخصائي بقسم بحوث الفاكهة الاستوائية بمعهد بحوث البساتين. برحب بحضرتك. أهلا وسهلا يا فندم. أنا سعيد أن حضرتك بتشرفني المرة الثانية علشان نستكمل ما بدأناه في الحلقة السابقة. أهلا وسهلا. أهلا بك. قبل ما نتكلم عن الرؤية دكتور عبد الحميد، حضرتك تذكر المزارعين بأهم التوصيات الفنية التي يجب اتباعها دلوقتي، واعتقد ان احنا مفروض بنبدأ موسم جديد لمحصول الموز. طبعا يعني بشكر حضرتك لإتاحة الفرصة. طبعا احنا عارفين ان الموز نبات تحت استوائي، والاجواء درجات الحرارة المنخفضة اللي احنا يعني بنمر بها دلوقتي الحقيقة انها مش مناسبة خالص لنمو الموز، لذلك هنلاقي المجموع الخضر كله يعني جف، ولكن احنا مستعد للدخول في موسم جديد في شهر 3 والربيع هيبدا موسم نمو جديد. فاحنا دلوقتي المطلوب
ان احنا نخش ندخل الموسم الجديد يعني بمزرعه او بحقل يعني خد الخدمه بتاعته اللي ما حطش الخدمه الشتويه، اول ما الموجه الصقيعه تمر يبدا يدي الخدمه الشتويه ويبدا في عمليه توريق للاوراق الجافه، وهنتمم على المجموعه توريق يعني التخلص من الاوراق الجافه بس ده بعد ما موجه الصقيعه تمر والدرجات الحراره، علشان وجود الورق بيدفي النبات شويه بيحمي النبات شويه، الساق الكاذبه يعني بيحميها شويه بالظبط. طبعا الروت سيستم بنتمم عليه المجموع الجذري بتاعنا، لو في اي امراض فطريه او نيماتوديه بنعالج، لو في اي اصفرار حسب التوصيات طبعا حسب التوصيات، في اي اصفرار في الاوراق ظاهر يبقى ده معناه ان التسميد واقف من فتره طويله من اول الشتاء مثلا، فبنبدا نهتم بالعناصر الصغرى وبالبرامج التسميد، يعني نعمل تشيك على كل العناصر اللي من شأنها نخش الموسم النمو الجديد بمزرعه خاليه من الامراض خدت الخدمه بتاعتها عشان نبدا نستكمل باقي مراحل الانتاج. يعني دي اهم التوصيات في الوقت الحالي. الوقت الحالي وطبعا يستمر موضوع بالنسبه للري. الري طبعا الري ده متغير حسب درجات الحراره وحسب موسم النمو، يعني هو دلوقتي النبات الموز ما بيحتاجش كميات ري كبيره في التوقيت الحالي لان النمو بطيء لدرجات الحراره. طبعا درجات الحراره المثلى لنمو الموز من 27 ل 33 وينمو من 20 لحد 40 في الرينج ده، اقل من كده بيبدا يتاثر النمو واعلى من 40 يبدا يتاثر النمو. تمام. طيب خلينا نبدا في رؤيه يعني الرؤيه بتاعت حضرتك الخاصه بالنهوض بهذا المحصول، لانه يمكن انا زي ما انا قلت في المقدمه الحقيقه فاكهه الموز من الفاكهه المحببه لكل افراد الاسره لجميع الأمور في العالم كله يا فندم، يمكن يعني انا شخصيا بحب الموز. لا ما فيش حد في العالم تقريبا الدول كلها بتستهلك منه كمياته لانه هو متميز. يعني احنا استاذنك في دقائق بسيطه يعني نلخص اللي قلناه في الحلقه اللي فاتت بحيث يبقى الايه الموضوع متراكم عشان المشاهد يتابعنا. تمام. الموز باختصار هنلخص اللي قلناه الحلقه اللي فاتت ان هو طبعا في العالم حوالي 100 مليون طن، تلتهم من الهند، حوالي 30 مليون طن من الهند لوحدها. طبعا احنا مصر فيها 84,000 فدان، حوالي 1,400,000 طن، ترتيبنا 15 على مستوى العالم، الكلام ده قلناه. وقلنا ان الموز بيتميز عن غيره من الفاكهه بالقوام المميز، بالشكل الثمر المميز، وانه لين وانه سهل في الاكل وفي الهضم، المذاق بتاعه رائع ومتميز، بيقبل عليه الصغير والكبير، وكمان بيبقى ضروري في بعض الانظمه الغذائيه العلاجيه للاطفال والكبار السن. وطبعا فاكهه محببه وبتسمى بفاكهه السعاده، تسمى بطعام الفلاسفه، بتنشط هرمونات السعاده السيروتونين والحاجات دي، لذلك بتشعر بشيء من السعاده كده. واحنا محتاجين نشعر بالسعاده دلوقتي طبعا يعني. اساسي. فباختصار شديد احنا قلنا ان الموز من اسرع من اسرع الفواكه في دوره الاستثمار بتاعها، وقلنا ان خلال 11 شهر النبات بتاعي بيديني اعلى اقصى حمل من النبات، بخلاف نباتات تانية قد تصل في اقصى حمل ل 8 سنين و10 سنين و11 سنه. يعني الموز يديك النبات اقصى حمل بعد 11 شهر، في فاكهه تانية انواع تانية بعد 11 سنه طبعا. فده اسرع دوره راس المال. تمام. وانا ادعي برضو ان الموز من اقل، على عكس ما يشاع يعني ان الموز بياخد ماء كتير، لا هو من اقل. ودي ليه؟ لان اللي بيقارن هو صرف النظر على الميه يعني هو مكلف شويه، ما هو كتكلفه بس هو اسرع برضو الموضوع حسابات عائد طبعا بالزبط. حضرتك هو تكلفته عاليه شويه في الاول ولكن هو العائد بتاعه مكسب وبيتصدر وبنستهلك منه كميات. فحضرتك مثلا لو نبات الموز مثلا بياخد 10,000 متر مكعب في السنه الفدان او كذا او 12، بس في اول سنه بيديك اقصى حمل، ما تقارنوش بنبات بياخد 5 او 6,000
بس بقالك 8 سنين و9 سنين صح على ما يديني انتاج. ايوه بتروي 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 الكميات دي وما بتاخدش حاجه خالص. ملحوظه مهمه جدا ما حدش واخد باله منها دي يا دكتور. صح. كل اللي يجي يقارن يقارن نبات عنده 11 شهر بنبات عنده 11 سنه او 8 سنين ودي أو حتى 5 سنين مقارنة غير عادلة. بالظبط. ده 5 سنين و4 سنين يا فندم بيبشر. بيبشر. بيديك حاجة غير اقتصادية. فلازم نحط دي في الاعتبار. طيب. ملحوظة مهمة قوي صح. الموز إنتاج الموز قلنا إن هو 4 مراحل. مرحلة إنتاج النبيتات ناتج زراعة الأنسجة في المعامل. معامل زراعة الأنسجة. الأقلمة. المشاتل أو النيرسري والأوبن فيلد أو الإيه المزرعة. معمل زراعة أنسجة أقلامة مشتل حقل أو مزرعة. دول 4 مراحل في مصر. احنا قلنا طبعا في 84,000 فدان ممكن يعدوا 8 مليار تكلفة. قلنا ان في غرف انضاج موز في جميع تقريبا محافظات مصر بأرقام فلكية. فالتوتال ده رقم كبير مليارات طبعا قد تعادل ميزانية دول. فاحنا الكلام في غاية في الأهمية والتزام إخواننا في المعامل وفي المزارع بالكلام ده في غاية الأهمية يعني. طيب عشان نوصف بقى الحالة كويس المرحلتين رقم 2 و3 ما فيهمش مشكلة. عشان الكلام يبقى محدد. الأقلمة والمشتل أو النيرسري الأداء فيه مرضي. ما فيش مشاكل فيه. بيستلموا من المعامل يسلموا المزارع. استلموا حاجة جودتها عالية بيسلموا المزارع مزارع الموز شتلات جودتها عالية. استلموا غير كده بيسلموا غير كده. بس المشهد مهم. قطعا. هو حلقة بالزبط. من الـ4 حلقات. بالزبط. ومهم جدا. ولكن انا بقول لحضرتك ان مستوى الشغل عندنا في مصر في المشاتل مرضي. طيب هما المشكلة فين؟ عندنا مشكلة يعني او عايزين نحسن في المعامل في الاداء في المعامل زراعة الانسجة وفي المزارع. عايزين نحسن الاداء بـ4 نقط محددين. هنقولهم في عجالة لأن أشرنا لهم قبل كده. وفي 12 نقطة محددين أرجو من إخواننا المزارعين أنهم إيه يلتزموا بيهم. تمام. بس كده. تمام. المعمل قلنا عشان نخرج نسيج أو ننتج نسيج على مستوى عالي وإنتاجية عالية لازم ننتخب بنفسنا مثلا في شهر 9 أو شهر 10 الكرمات بتاعتنا والأنسجة بتاعتنا من المذر بلاند اللي إنتاجيته عالية. مش أي حد إيه نبعته يجيب نسيج. لا. ده فيه 2 سنين شغل و4 حلقات إنتاجية مبنية على الخطوة دي. فهي خطوة في غاية الأهمية. فأولا ننتخب من نشوف الصبطات بعينينا ونبقى متأكدين ما نجيبش حاجات عمياني ونشتغل عليها ونسلم للمشاتل بعد كده وللمزارع بعد كده وإحنا مش متأكدين بالزبط. 100% من جودة الشغل بتاعنا. فلازم الانتخاب أشوف بعيني الصباطة الإنتاجية وما انتخبش على سبيل مجموع الخضري. في بعض السمك ريفريشن في زراعه الانسجه او ما تسمى بالبلدي وهي مسمى غير دقيق الطفرات. المجموع الخضري بيبقى قوي ولكن الانتاج ضعيف. فانا في الاخر مش هبيع طبعا ورق. انا يهمني الانتاج. فارجو ارجو من اخواننا في المعامل انهم ينتخبوا على اساس الصباطه اللي وزنها عالي وحجمها مرغوب وتمام. دي اللي اخد منها الايه. مش دي يا دكتور الاكسبلانت مش دي ليها علاقه بالصنف؟ اكيد ليها علاقه. طبعا ليها علاقه بالصنف. بس الكلام ده قاعده في اي يعني صنف يعني معروف الاصناف يا فندم. ما هي معروف الاصناف بس الموز يعني ضعيف شويه وراثيا. وتكنيك زراعه الانسجه حضرتك بتاخد الاكس بلانت بتزرعه على ميديا فيها ايه ارتفيشال ميديا فيها كيميكالز وكده بتعمل ستريس فبينتج سمك لونال فاريشن في نفس الصنف. في اي صنف فلو ما عملت السليكشن مظبوط انتخبت انتخاب مظبوط فحتى الصنف نفسه هيبقى فيه مش بيور 100%. فموضوع الانتخاب ده هو الايه هي الاساس. الاساس طبعا. لو غلط هيبقى السلسله عند المزارع دي كلها في مشكله. بالظبط. فلازم يا جماعه الانتخاب. وطبعا هو المزارع مش هيكتشف الخطا ده غير بعد الزراعه. لا طبعا. صح ولا طبعا. لا مش هيكتشف. هو طبعا وصرف وكلف وبتاع وتعب وبعدين يفاجئ ان في مشكله طبعا. فدي نفاديها ازاي؟ بجوده السليكشن الانتخاب. دي اول حاجه واهم حاجه. ثاني حاجه عدد السبكالشرز داخل المعامل لا ينبغي انها تزيد عن 6 أو 7 حسب الابحاث العلميه اللي هي النقلات داخل المعمل. تركيز هرمون التضاعف ما يزيدش تركيزات عاليه. تمام.
برضو زياده التركيز بتديني سمك فاريشن برضو. واخر حاجه بقى ايه، بتخلص من الايه برامج العرضيه اللي بتظهر لي. اربع حاجات ما فيش غيرهم. يعني اي معمل زراعه انسجه يلتزم بيهم هيطلع يعني نبيتات ناتج زراعه انسجه بمستوى راقي. الانتخاب ما يزودش عدد السبكالشرز، تركيز هرمون التضاعف، والتخلص من البرامج العرضيه. تمام، بس كده. ده بالنسبه للمعمل. تمام. فارجو التزام بالاربع مبادئ دول. بالنسبه للارض للمزرعه، الحقيقه المشتل بقى ما فيهوش مشكله. لا مش هنتكلم فيه، ان هو خد طيب تمام. هنتكلم مشاتل ما ادائها مرضي، ده على ارض الواقع يعني. احنا عندنا في قسم بحوث الفاكهه الاستوائيه في معهد بحوث البساتين في لجان بتطلع، وفي بنتابع وبنشوف في محافظات مختلفه، بنشوف المزارع ايه وبنشوف المشاتل ايه ومعاينات بتطلع، فمتابعين على ارض الواقع. فاللي انا بقوله لحضرتك ده من ارض الواقع. تمام. فالمشاتل انا بحييهم ومستواهم مرضي. المعامل بنادي بالاربع مبادئ، واخواننا بقى المزارعين فيه 12 نقطه محدده ان شاء الله، لان احنا بنعاني من العشوائيه في الممارسات الزراعيه. احنا يهمنا الحقيقه ان احنا نعالج الاخطاء الشائعه اللي بيرتكبها مزارع الموز. مظبوط. الحقيقه انا دايما في البرنامج لما بتكلم على اي محصول بهتم قوي بالاخطاء اللي بيرتكبها المزارع اثناء العمليات الزراعيه، لان هو ده دورنا، علشان نقول له اللي انت بتعمله ده غلط لكن الصح كذا. مظبوط. وفي النهايه بيصب في صالح المزارع، لانه بيحصل على اعلى انتاجيه. واحنا حريصين ان احنا نجيب الاساتذه المختصين، مش مجرد ان هو باحث قاعد في المعمل، لا ده ايده في الشغل وبينزل مزارع وعارف الموضوع على ارض الواقع. علشان كده يعني بتبقى الحقيقه حلقات الحمد لله مميزه. الحمد لله. اتفضل. فاخواننا المزارعين المشكله الاساسيه العشوائيه، ما تلاقيش حضرتك مزرعة موز شغالة بنفس الايه النظام او كده بتاعنا. ففي مبادئ 12 مبدأ اساسي عايزين نتفق عليهم. اول حاجة لازم ابقى الاستراتيجية الفلسفة زراعة الموز تبقى موجودة في دماغي، وعارف ايه المشاكل وتلفدها ازاي. مش اخش كده عشوائي ادخل لمجرد ان المحصول بيكسب وانا ما عنديش خلفية وما عنديش دراية وازرع موز. بالظبط. وقلد غيري. بالظبط. وقلد غيري. خطيرة اوي النقطة دي. مش هينفع. ده استثمار محترم واحنا شغالين في شغل. وارجو برضو الحيازات الصغيره، الفدان والفدانين، حضرتك انت مهم، انت جزء من موارد الدوله. طبعاً. يعني انت طبعاً. جزء هي ارضك ومشروعك الخاص، بس انت جزء من موارد البلد. طبعاً. فانت يعني تهتم لنفسك وللبلد برضو. فاول حاجه لما اجي ازرع موز لازم افكر في الاربع حاجات الاساس اللي حبنا عليه المبنى بتاعي، المشروع بتاعي، اللي هم ايه؟ التربة، جودة التربة، مية الري، السماد العضوي جودته ايه، الشتلات جودتها ايه. لازم يبقى ايه دول اول حاجة اسأل نفسي. هل هي الارض دي فيها امراض؟ هل هي رملية؟ هل هي ثقيلة؟ كل حاجة ليها شغل، ليها معاملات مناسب ليها. طبعاً طبعاً. المية بتاعتي هل هي مية نيل؟ هل هي مية جوفية؟ هل هي ملوحتها عالية واطية؟ ابقى عارف وايه الحل. بالظبط. السماد العضوي اللي هزرع عليه يبقى نوصف للمزارع في البدايه قبل ما تزرع، وانت بتعمل مزرعه جديده للموز، اعمل تحليل للتربه اساسي وتحليل لميه الري. مش عايزه كلام. والحقيقه انا دايما بنادي ده وانت بتزرع اي محصول في البدايه، لازم تكون عارف التربه بتاعتك شكلها ايه، عباره عن ايه، ايه العناصر اللي فيها، ايه العناصر الفقيره اللي مش موجوده فيها، وكمان تحلل ميه الري. دي مش عايزه كلام. بالظبط. نتعود بقى نشتغل باسلوب علمي شويه. صح. حضرتك يبقى ايه اتمم على جوده الحاجه. السماد العضوي اللي بزرع عليه في ما ينفعش نجيبه كده من الايه، من المعالف طازه كده، بيبقى مليان بذور حشائش ومليان امراض مسببات مرضيه، يعمل لي كوارث في المزرعه. فلازم ده يبقى متحلل، او نجيب نستخدم كومبوست ولو كميه اقل من اللي الناس بتحطه، بس يكون حاجه اضمن ان المزرعه بتاعتي ما دخلهاش مسببات مرضيه بايدي. واخر رابع نقطه اللي هي جوده الشتلات، تبقى شتلات من صنف محترم وذات انتاجيه عالي. بس ادي دي لازم اتمم على الاربع حاجات. التربه، الميه، السماد العضوي، جوده الشتلات. تمام. دي اول حاجه. طب بعد كده نعمل ايه؟ في غلطه شائعه بعد زراعه المزرعه اللي هي سياسه الميه. انا برضو قبل ما ننتقل للنقطه الثانيه عاوز اركز على تحليل التربه وتحليل مياه الري. مش عايز كلام. نسبه الملوحه اللي الموز يتحمل. الموز نبات هو حساس. بعد 600 جزء في المليون يبدا يتاثر.
يبدا يتاثر من المحاصيل اللي حساسه للملوحه. تمام، يبقى دي نقطه مهمه المزارع ياخد باله طبعا منها. طبعا والتربه برضو يعني ممكن ايه المزارعين يقول لك ارض رد، يعني كانت موز وهيقلبها تاني يقلبها بالحفارات ويزرعها تاني موز، فبيبقى فيها امراض لازم اكون يقظ. يا اما حاول اريح الارض فتره لحد مثلا تعقيم الشمسي والحرث والحاجات دي بتقلل مستويات الباثوجنز الموجوده في التربه، اكون يقظ، اكون عارف انا بحط رجلي فين، مش مجرد ان انا بقلد جيراني ولا سمعت حاجه لا لازم الرؤيه والفلسفه تكون في دماغي. ده هيقيني من الوقوع في مشاكل كتير جدا. طبعا طبعا ده بالنسبة وكمان طبيعه التربه مش عايز مثلا لو ارض جيريه حضرتك يا فندم في ارض ثقيله في ارض رمليه في ارض كذا مش معقول حضرتك مثلا هنحط خدمه او سماد عضوي للارض الثقيله زي الرمليه. كل حاجه ليها سياسه وكل حاجه ليها ايه معاملات مناسبه ليها. اعتقد اهالي المزارعين عارفين المعاملات دي. تمام بالنسبه لنوعيه التربه. تمام فتاني نقطة فندم اللي هي موضوع الري. يا جماعة عايزين موضوع الري والتسميد بيبقى على حسب التربة والنبات والوقت من السنة، يعني ليها أساس علمي عشان نحدد نعمل إيه. ففي بعض الأراضي اللي هي ثقيلة شوية قوامها يعني تقيل، أراضي بنسميها الأراضي الصفراء أو الحمراء أو الأراضي اللي هي الطمية أو طرح النهر مش رملية يعني، فالمزارع ممكن يدي كميات مية مثلا زايدة شوية، ده بيعمل بيكون لأن المجموع الخضر صغير فمش مغطي التربة. فلو عمل يعني بقعة مية أو برك مية كده في المزرعة الفطريات بيساعد على الفطريات بتنمو بيجيب لي امراض بسبب نسبه الرطوبه العاليه ممكن يعمل اضرار كبيره في المزرعه. موضوع الري وعفان بالظبط. فارجو الانتباه ان في ثلاث مراحل نمو لنبات الموز مختلفين تماما، وكل مرحله لها متطلبات مختلفه تماما غير الثانيه. وحضرتك لو ما انتش يقظ للحكايه دي واشتغلت شغل مرحله في المرحله اللي بعدها ده هياثر على الانتاجيه بتاعتك قولا واحد. تمام المراحل دول ايه؟ اللي هو بدايه الزراعه نمو خضري تزهير واثمار. لازم مزارع الموز يبقى فاهم الثلاث مراحل دول. بدايه زراعه نمو خضري تزهير واثمار. بدايه الزراعه دي محتاجه كميات ميه قليله خالص، ري محتاجه كميات تسميد قليله خالص علشان تدي فرصه للمجموع الجذري ان هو ايه ينمو وينتشر كده، والمجموع الخضر يبدا يجيب ورقه في الثانيه المناسب ليه قله الميه والتسميد. مش ان انا هو أدلق. الميعاد المناسب امتى لو انا هبدا انشئ مزرعه؟ يعني ابدا ازرع تبدا ميعاد الزراعه المناسب ده بيبقى خلال شهر 3. ولو في مثلا موجات رياح او حاجه استنى مثلا كذا يوم، لو في اول شهر 3 او كده او حصومات او كلام من ده تعدي، بس عشان طبعا العود بيبقى عود الشتله طالع من الصوبه يعني مش زي الشجره الكبيره يعني. ما حصلوش اقلمه كمان في لا هو حصل له لا هي كلمه مصطلح اقلمه بيحصل له اقلمه وبيحصل له هاردنينج يعني بيحصل له اقلمه قبل المشتل وقبل الخروج من الصوبه بنعمل له هاردنينج بنفتح جناب الصوبه يعني وبنعرضه عشوات عطش كده بحيث ان نسبه الماده الجافه تزيد ويزداد يعني تعرضه لظروف صعبه شويه. مظبوط العمليه دي بتسمى الهاردنج. فحضرتك بدايه الزراعه مش محتاجين لا ميه كتير ولا تسميد كتير. المرحله الثانيه النمو الخضري محتاج ان بيكون متعادل متعادل. المرحله الثالثه مرحله التزهير والاثمار محتاج برنامج مناسب للمرحله، يبقى ايه عالي البوتاس والفوسفور اللي هو مناسب لعمليه التزهير والايه والاثمار. الكلام ده مهم جدا. لو كملت بازوت عالي في التزهير بتحصل ديستربنس في الميتابوليزم بتاعه خلل. هو مش عايز ده، هو مش عايز ده. فارجو انا عاوز ثمار، انا بديله ازوت عالي بالظبط بيتجه ناحيه انتاج المجموع الخضري بالظبط فيحصل خلل على طول. دي بنشوفها في المزارع تلاقي مجموع خضري كبير جدا ومفيش انتاج بالظبط الانتاج مش مرضي ده من هنا صباطه ضعيفه وبتاع. فارجو اخواننا مزارعين الموز ينتبهوا للثلاث مراحل ويفهموا كل مرحله. على فكره الكلام اللي حضرتك بتقوله ده كلام مهم والحقيقه ينطبق على اي محصول. كل مرحلة من مراحل نمو النبات في أي محصول ليها معاملات سمادية معينة،
وليها نظام ري معين. على فكرة زي الطفل، ما هو النبات ده كائن حي، بيبقى في الأول ضعيف، يبدأ يكبر يعني قوي شوية، وبعدين يعني يديني إنتاج. ناخد بالنا من كده، الطعام اللي أنا أو الأكل اللي بيأكله الطفل يختلف عن الأكل اللي بيأكله بعد كده ما يكبر، يبقى عنده سنتين، يبقى ثلاثة، يبقى شاب، يبقى صح ولا لا؟ مزبوط. ده كائن حي يا جماعة، ناخد بالنا من الكلام ده. في النقطة الثالثة رقم 3 من 12 نقطة، الموز ما فيهوش الروت سيستم بتاعي يتصاب وعالجه. قد ينفع الكلام ده في اي محصول تاني، انا في الموز لا. ليه؟ يعني المزارع الموز اللي يكتشف اصابه في الجذور ويروح يعالج، هنا بيبقى فقد جزء من الانتاج. ازاي؟ طب انا لو عندي اعفان، لو عندي نيماتودا، لا هو في بعد تاني للكلام. اقول لحضرتك الله يخليك عشان الكلام ده مهم جدا جدا. مش عاوزين يحصل لبس عند أيوة. علينا المزارعين حضراتكم، المفروض ان الجدر بتاعي ما يتصابش خالص. ازاي؟ حضرتك الاصابات النيماتودية والفطرية بتهجم على المزرعة عندي امتى؟ محتاجة ايه؟ محتاجة حرارة يعني عالية نسبيا ورطوبة. مش كده اتفقنا؟ الكلام ده بيحصل امتى عندنا في مزرعة الموز؟ في شهر 6 وشهر 7 بتبدأ الباثوجينز دي او الممرضات دي تهاجم الايه المزرعة عندي. طيب انا هروح اجيب مبيد وهتكلف اغلى مبيد وعالج؟ لا، الكلام ده مش مناسب. ليه؟ لان الشمراخ الزهري بيتكون في هذا التوقيت. تمام، الشمراخ الزهري بيتكون. فلو انا سبت المزرعه بتاعتي جالها اصابه، والاصابه مثلا عملت ضرر في المجموع الجذري، وعلى ما اروح اجيب مبيد وعالج ويحصل ريكفري يا دكتور للروت سيستم بتاعي، هياخد وقت قد ايه؟ وقت كبير. المرحله دي هيتكون فيها الشمراخ الزهري داخل النبات، وان لم يظهر يعني اثناء المرض والعلاج ده. فقولا واحدا هتأثر الانتاج. طب وايه الحل؟ الحل ان انا استخدم من داي 1 برنامج وقائي. برنامج وقائي. طيب هنرجع للنقطه دي لانها نقطه مهمه، لكن خلينا بعد اذنك ناخد اولى المداخلات. معنا خالد من قنا. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ الله يبارك. اهلا يا حاج خالد، اتفضل. الله يديك الصحه يا دكتور. والله هو سؤال وشكوى. السؤال طيب. يخص الموز. طيب اتفضل بالسؤال. الموز لو قلت يا دكتور احنا بنجي نصوم على الميه من شهر 11 لحد اخر تنين. وفي الوقت ديتي بنكسروه يعني بنعزقوه عزق عميق. بنعزقوه عزق عميق جدا. وبنحط له بعد كده سبلي وبنزقف اول شهر 3، هل دي صح ولا خطأ؟ طيب الدكتور عبد الحميد هيرد عليك. الشكوى الشكوى لو سمحت موضوع الردي، موضوع التأمين على المشي. موضوع ايه؟ التأمين على المشي. التأمين، التأمين. ايه المشكلة؟ المشكلة ما راضينش يصرفونا يا دكتور. ما حدش جالك او مش عاوزين يأمنوا؟ لا صرفونا مرة ومش عاوزين يصرفونا تاني. يصرفوا ايه؟ يصرفوا ايه يا حاج خالد؟ الحصة تحت الرد بتاعت حصة الرد. طيب حاضر استاذ. حاضر يا حاج خالد، استاذنك سيب. ومدرك كنت بيصرفوا للناس اللي هي عامله جديد بس، لكن العامل القديم اللي هو صرف قبل كده مره ما رضينش يديله. طيب حاضر يا حاج خالد، واضح ان في شكاوي كتير خاصه بالتامين على الماشيه وعدم التزامهم بصرف حصص الرد لاهالينا المزارعين. انا يا جماعه كمزارع طالما ملتزم وامنت اديني حقي. احنا ان شاء الله يعني اعتقد يمكن خلال الاسبوع القادم ممكن نجيب حد من التامين على الماشيه ونفتح التليفونات علشان يبدا يرد ويحل مشاكل اهالينا المزارعين. بشكرك جدا يا حاج خالد. معانا صبحي من المنوفيه. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا فندم؟ اهلا بيك. سلام للدكتور عبد الحميد. اهلا بيك، اتفضل. سهل. انا كنت عايز اسال الدكتور عبد الحميد، انا النهارده انا بزرع موز وبحاول انقل المشتل النظيف اللي انا اجيب منه شكله محترمه، وبخش على شتات كبيره وبتطلع برضه في نسبه طفره عاليه ممكن توصل ل 30% و40%. تطلع ايه؟ في نسبه طفرات عاليه. طفرات. فدي طبعا بتقلل الانتاج عندي وبتبوظ عندي الزراعه وبتجيب عليها خساره. انا من يحميني من المشتل اللي انا بجيب منه او المعمل؟ انا ما بتعاملش مع معامل، انا بتعامل مع مشتل. فبالتالي انا المفروض حد يحميني من المشتل اللي انا بجيب منه
والشتله تطلع برضه مش محترم. طيب حاضر يا حاج صبحي، مين من المشاتل دي؟ حاضر حاضر، ما لسه الدكتور عبد الحميد كان بيقول ان في لجان وبتطلع وبتمر على المشاتل، لكن هنشوف. حاضر بشكرك. طيب اتفضل دكتور حميد نرد على خالد. السؤال الاول هو الحقيقه ان النظام ده نظام قديم، ما احنا بنصحح وبقول له حاج خالد يعني حاول تطور للشغل الجديد وشغل التنقيط. هو بيزرع فرق ريجيشن ري سطحي، وطبعا ده ايه مش مصابي دلوقتي، وانتاجيته كمان قليله. هو لو اتجه للنظام الجديد والري الحديث هياخد انتاجيه ومشاكل امراض وبتاع ومشاكل وحاجات كتير خالص، فطريات كله. ده اول سؤال. السؤال الثاني، احنا لسه كنا بنقول ان المزارع برضه في نقطه جوده الشتلات هو بيتعامل مع مشتل فعلا، فهو الخطا بيبدا من المعمل، وهو المفروض يبقى يعني ايه يضمن لنا جوده عاليه للنسيج اللي طالع منه بالاربع نقط. يبقى هو يختار معمل يحاول نسال ذو سمعه طيبه، نسال نهتم شويه لان دي تقاوي برضه. نهتم شويه نسال المشتل، نسال على المصدر الكويس ونتعامل معاه. طيب دي من ناحيه، من ناحيه ثانيه المعامل زي ما ذكرنا ايه الاربع بنود اللي اتكلمنا فيها. وطبعا هو بيتكلم على المشتل، انا ايه اللي يضمن لي ان المشتل كويس، واحيانا انا يعني باخد شتلات مش مظبوطه. يعني هو محتاج بيقول يعني عاوز رقابه شويه على المشاتل. هو والله في يعني الحقيقه جهود مشكوره من الوزاره، يعني ما في اي شكاوى بتبحث وبيطلع لجان وبيكتبوا تقرير وبنحاول نحل المشكله يعني. طيب خلينا نستكمل الحديث. حضرتك كنت بتقول ان لو في امراض في مجموع الجزر، امراض يا جماعه نستخدم برنامج وقائي من اليوم الاول، ونراعي برضو الارضي، هل هي بكر، هل هي مكان ايه، مستوى الامراض فيها ايه، نبقى واعيين لده. انما يعني انا استخدم برنامج وقائي بصرف النظر في امراض مفيش امراض، استخدم برنامج. طب ما انا افرض ان انا عملت تحليل للتربه يا دكتور ابو حميد وما عنديش مشكله، يبقى انا ما انا برضو مش عاوز اكلف المزارع. ده اساسي، بنعمل انترفال، بنكبر الانترفال مده العلاج، بنقلل تقريبا تبقى كل قد ايه. ما هو يا فندم انا هقول لحضرتك في 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 فلسفه الشغل، ما انا اذا اردت ان تطاع فامر بما استطاع. انا مش هقول للمزارع هات لي كذا كذا كذا، طب الحاجات دي غاليه مش هقدر. لا، في مبيدات رخيصه في السعر وجيدة. أهم حاجة تكون مبيدات موصى باستخدامها. تمام. من لجنة مبيدات الآفات الزراعية. أنا بأكد أهو. تمام. علشان ما يجيش المزارع يقع ضحية لتجار المبيدات اللي بيلفوا بالعجل وبالتريسيكلات في الحقول. خد بالك، لا تستخدم إلا المبيدات الموصى بها من لجنة مبيدات الآفات الزراعية. تمام. وكمان تلتزم بالتركيزات مزبوط. الموجودة على عبوة المبيد. ده مزبوط. مهم قوي يا جماعة. مزبوط. مهم. ده لمصلحتك. وأولا هيجيب لك نتيجة فعالة مظبوطة بنسبة 100%، وهيحافظ على محصولك وتحصل على إنتاجية عالية. استخدمت مبيد فاسد، مبيد مجهول المصدر، مبيد أنت مش عارف أساسه إيه وغير موصى به، ممكن يدمر لك المحصول ويسبب لك خسائر علاوة على أنك أنت خسرت فلوسك. فده نداء لأهالينا المزارعين، لا تستخدم إلا المبيدات الموصى بها من لجنة مبيدات الآفات الزراعية. طب دي يا فندم موجودة فين؟ موجودة في كتاب التوصيات الفنية اللي في موقع لجنة مبيدات الآفات الزراعية، وموجود كمان في موقع مصر الزراعية. اكتب بس على النت توصيات الفنية لمكافحة الآفات هتلاقي الكتاب موجود، والعملية سهلة قوي. مظبوط. فأنا بنصح إخواننا في النقطة دي، في نقطة الوقاية، باستخدام مبيدات من اللي هي رخيصة وفعالة، زي عندنا مثلا الحاجات بتاعت صندوق الموازنة، في حاجات جميلة جدا هناك زي النيما بلس زيرو مثلا بتاع النيماتودا، وفي برضه في تقريبا في معهد الاراضي وفي كذا بيعملوا. المهم يعني المبيدات الموصى باستخدامها كذا نوع. بالزبط. بكتيريا بالزبط. رخيصه وفعاله جدا. فننتهج الايه النهج ده، ان انا احاول احمي مزرعتي ما تصابش، انما اصيبت وعالجت دايما بتبقى في اثناء تكوين الشمراخ الزارع هيأثر لي على الانتاج. النقطه دي مهمه جدا. دي نقطه مهمه. طيب نقطة مهمة. بعد كده ده حضرتك بتقول من اول يوم من اول يوم ابدا اعمل هو كده كده. بص حضرتك مفيش ارض 100% خاليه من الممرضات. هو القصه يا فندم ما فيش حاجه 100% في اي حاجه يعني. بالظبط كده. يعني في اي حاجه حضرتك الشوز بتاع الناس اللي بتخش وتطلع ممكن تنقل لي ممرضات. ولكن بتابع انا بالتحليل لقيت ان المستويات منخفضه ومفيش خطوره، بطول الفتره بين العلاج الانترفال دي بطول. لقيت في خطوره ومعدلات هترتفع،
تمام. ففكره الوقايه في زي تورد القمه الحقيقه وهنتكلم أيوة. عليه لو في وقت في يا جماعه فكره الوقايه ما تستناش اما الجذور الروت سيستم ينهار مني وبعدين اروح اعالج واجيب حاجاته من الشطار وده الاساس وده الاساس الموز النقطه رقم 4 ان الموز عايز ايه في لغه المزارع الشاطر اللي يبص للنبات يفهمه يبقى في لغه مشتركه الموز من النباتات اللي يكاد يتكلم يكاد ان يتكلم يعني مثلا عطش تلاقي الورقه نصفها الورقه بقى في زاويه كده على العرق الوسطي لمحاوله غلق الصغور او اعاقتها من الايه يقلل حتى لا تتعرض بالظبط للتسميد قل شويه هتلاقي اللون الاخضر درجته فتح بالزبط. شويه في الوان في الساق الكاذبه تحت اخضر وقرمزي دول دليل ان المجموع الجذري سليم ودليل ان التسميد بتاعه سليم تمام لازم انا ابقى ايه حاسس بالنبات في لغه مشتركه تمام. النقطه رقم 5 ان لازم يا جماعه اكرر واشدد على تغيير البرنامج من خضري لثمري وعدم التسميد العالي في تحضير اثناء تحضير السباطه بالازوت يعني ما يكونش فيه مرحله تكوين شمراخ زهري واقعد اسمد يوريا ونترات وكلام من ده دي غلطه كبيره بالظبط وما استناش لما التزهير يبدا اعرف ان في مرحله تكوين الكوز الشمراخ الزهري ابدا اغير للمرحله الجديده هنا انا بساعد النبات وطبعا الروت سيستم يبقى سليم بساعد النبات هنا انه يكون شمراخ قوي ويجيب لي في الاخر ده ممكن حسابها كمان يا دكتور ابو حميد بالتواريخ تمام من يوم كذا ليوم كذا بعمل كذا ومن يوم تمام. كذا انا هنا انا دكتور هنا ايه بتكلم مش حط كذا وزرع على كذا متر بتكلم في اسرار وفنيات الشغل اللي ممكن ترفع الانتاج او بالظبط طيب استاذنك قبل النقطه اللي جايه معانا محمود من الاسماعيليه الو السلام عليكم يا دكتور حامد عليكم السلام ورحمه الله وبركاته بالنسبه للموز يا دكتور حامد بنزرعه لو الكير بينتج ب 10 جنيه احنا بنصرف له ميه ب 20 جنيه فبياخد ميه كتير خالص الموز ده الكيلو بكم؟ لو كير الموز ب 10 جنيه يستهلك ميه ب 20 جنيه لو حسبنا الميه بتاعت الميه ب 20 جنيه انا سؤالك الحقيقه مش عارف يعني مش منطقي مش منطقي يعني. لا بتستهلك ميه كتير الموز لا حضرتك عندك مشكله في الشغل لا طيب يعني هو لو في وقت يعني ممكن تحكي لنا البرنامج لكن انا هاخد تعليق الدكتور عبد الحميد حضرتك بشكرك يا محمود حضرتك لا هو في الاخر احنا في عمليه اقتصاديه وحسابات لو انا هخسر ايه اللي يخليني ازرعه لا ما حدش بيخسر وهو قد يكون بس هو المكسب ممكن يتفاوت يعني هو قد يكون في ممارسه خطا في حته مش فاهم انا اول كلامي قلت ايه قلت التربه يعني لو هي رملية بضيف لها مادة عضوية بصورة كبيرة أعلي الساعة التبادلات الكتيونية بتاعتها أزود قدرتها على الاحتفاظ بالماء والعناصر كل حاجة لها شغل يا جماعة لا والموز من المحاصيل الحساسة طبعا فكل حاجة لها شغل إنما لا هو الموز محصول مربح وأسرع دورة رأس مال ما كانتش الناس زرعته طبعا لا الناس بتحارب علشان تزرع الموز طيب النقطة رقم 6 يا جماعة في فترة حرجة في السنة إخواني مزارعين الموز في فترة حرجة خطيرة في السنة مهمة جدا في مزرعة الموز اللي هي يعني من نص ستة لنص تمانية كده ايه خطورتها؟ خطورتها ان الشمراخ الزهري بيتكون هنا وبيحصل ازهار هنا تزهير يعني انت بتتعب طول السنة ومجهودك بيتبلور في الوقت ده فلازم انا اكون يقظ ما ينفعش اكون بأدي يعني اي حاجة لا اكون فاهم خطورة الموقف ايه وايه اللي مطلوب مني طب ايه المطلوب مني اعمله في الفترة دي؟ اربع حاجات اول حاجه طبعا سياسه الماء تكون بالظبط لا زياده ولا قليله وما يعطش الموز في الفتره دي لان العطش هياثر على تكوين ايه الشمراخ الزهري تاني حاجه تحضير السباطه او ان يكون البرنامج برنامج مناسب للتزهير والاثمار ما يكونش ايه على الازوت ولا كلام من ده بتاع المرحله السابقه تالت نقطه حمايه الجذور من اعدائها الثلاثه طول السنه ببرنامج وقائي وخصوصا اوعى يتصاب منك الجذر في الوقت ده لان لو اتصاب وحتى لو عالجت مش هتعرف تعوض الايه لان الكوز هيكون اتكون اثناء العلاج والريكفري فمش مش هتعوض في السنه دي في الموسم ده فايه هم اعداء الجذور الامراض الفطريه النيماتوده والممارسات الخاطئه
من المزارع نفسه. التلات حاجات دول هم الحاجات الأساسية اللي بإيه بالنسبة للمجموع الجذري بالظبط. الأمراض الفطرية والنيماتودية والممارسات الخطأ. زي إيه الممارسات الخطأ؟ زي إن أنا أروي في الحر مثلا ده مش سليم. زي أدي كميات مية زايدة ده مش سليم. علشان كده بالنادي إن يبقى الري بالتنقيط. زي في فكرة برضو يعني أنا مش معاها خالص. في فكرة كده شاع في دماغ إخواننا المزارعين يسمد اخر الميه اخر فتره الري عشان يقول لك ايه الكيماوي ما يتغسلش ما يفقدش من التربه. يا جماعه يعني الجزيئات الكاتيونات دي يعني بتستقر في التربه بطريقه كهربيه. دي كاتيونات عليها شحنات موجبه واسطح حبيبات تربه عليها شحنات سالبه فبيحصل الربط بطريقه كهربيه. وانا لو حطيت الاوبتيمم بتاع الكميه المناسبه لا هيحصل فقد ولا هيحصل حاجه. تمام. في كارثتين بيحصلوا من التسميد اخر الري. طبعا لما دي املاح في الاخر لما بضيفها الملوحه الكليه لماء الري بايه بتعلى وبيقوم مبطل القصه فبيعمل زي ايه كرات من التركيزات العاليه من الاملاح تحت كل تحت كل نقاط متر او نقاط كرات من تركيزات ملح عاليه. دي بتعمل ايه في الشعرات الجذريه؟ ممكن حسب التركيز ممكن تموتها اصلا. وفي نفس الوقت الجذور البعيدة ما توزعش الكيماوي في الأرض السماد الأرض كويس وبالتالي النبات ما استفادش من من السماد اللي حضرتك حطيته بالظبط كده. فلازم يعني إيه يعني أقسم مثلا الفترة الري بتاعتي مثلا ممكن الربع الأولاني والربع الأخراني بدون تسميد والتسميد بمعدلات بطيئة جدا في الإيه في المنطقة في الوسطى دي كده يبقى الإيه محلول الري الملوحة الكلية بتاعته ما ارتفعتش والسماد الكيماوي بتاعي اتوزع حلو تمام. ايه تاني النقطة السابعة؟ لا في الرابع نقطة في الحاجات احنا قلنا ما يعطش في الفترة ديت وتحضير السباطة وحماية الجذور من العفان والنيماتودا والايه والممارسات الخطأ. الرابع نقطة ضبط الكثافة النباتية. المزارع ده دي في بداية الزراعة بقى؟ لا ما انا مش قصدي بتاعت الزراعة قصدي على الخلف. الخلف الخلف المزارع هي تنصر حاجة عملية التربية. لا الخف او الخف ازاي المزارع يقول انا عندي تورط قمه فلازم اسيب عدد كبير عدد كبير عشان ايه اعوض اللي هيتصاب النباتات المصابه. هنا حضرتك لو بقى عديت من اخر ستة البيك من 3 و4 و5 و6 التورط بيبقى في الحته دي بعد كده معدلاته بتقل في المزارع. لو سبت عدد كبير ل7 و8 و9 بنشوف في المزارع كده هنا اعداد النباتات بقت زياده ضللت على بعض مش هتاخد ميعاد التزهير هيتاخر ومش هتاخد اوزان كويسه. فلازم اول ما البيك بتاعت الاصابه البنانا بنش توب فيروس تخلص على اخر ستة اظبط عدد اللي هو الخلف. تورد القمه اظبط عدد الخلف بتاعتي في المزرعه يعني 1100 زي ما الابحاث قالت 1100 1150 في الحدود دي مش 1300 و 1600 على فكرة. طيب بعد إذنك ناخد المداخلة دي وبعدين نتكلم في النقطة دي لأنها مهمة. معانا موسى من الشرقية. ألو ألو. طيب حاول تتصل بينا مرة تانية. بالنسبة لموضوع تورد القمة للأسف وده الحقيقة اعتقاد خاطئ عند معظم المزارعين إن هو بيخلي عدد كبير من الخلف موجود علشان تورد القمة. يقول لك علشان يعني إيه أحاول أعوض لو حصل مزرعة بتاعتي أصيبت بالتورد يبقى أنا عندي عدد كبير من الخلف وده الحقيقة خطأ شائع جدا جدا جدا. هو أنا هقول لحضرتك هو برضه وجهة نظر تحترم ولكن هي سلاح ذو حدين. أنا هو لا بعد إذنك فضل. لأن تورد القمة من الأمراض الخطيرة الفيروسية وبعدين ملوش علاج. يعني اسمح لي بقى أتكلم في نص دقيقة في الموضوع ده لأنه اللي بينقل تورد القمة في الموز هو حشرة المن. وطبعا احنا ده مرض فيروسي زي ما قال الدكتور عبد الحميد ومشكلة الأمراض الفيروسية أنه ليس لها علاج. يعني طالما النبات أصيب بالأمراض الفيروسية أنا ما فيش أي مبيدات أستخدمها لازم أتخلص من النباتات المصابة. ده غير طبعا الأمراض الفطرية والبكتيرية دي نقطة مهمة جدا وخطورة الأمراض الفيروسية. طب علاجها إيه؟ إن أنا أعمل برنامج وقائي علشان يهمني ما يحصلش المرض لأن لو حصل المرض لازم أقلع النباتات الموز والجرة كلها اللي فيها تورط ودي هتعمل خسائر المزارع. وفي بعض المزارعين الحقيقة يعني بيشيلوا المزرعة كلها بسبب تورط القمة. لكن إحنا
نتبع برنامج وقائي للرش. طب الرش ازاي؟ خدوا بالكم نقطة مهمة ناخد من نقطة حضرتك دي لأنه تخصصي. انه حشرة المن يا جماعة هو من الموز اللي بينقل مرض توارد القمة في الموز. الحشرة دي بتكون موجودة فين؟ في البلعوم وفي أغماد الأوراق. طبعا نبات الموز عالي، حضرتك ما بتشوفش الحشرة أصلا لأن مكانها صعب واكتشافها صعب، لكن هي ممكن تكون موجودة. وخطورة هذا المرض إن حشرة المن ممكن تكون حاملة للفيروس وتبدأ تنتقل، لأنها لما بتجنح بتطير، تنتقل لنباتات أخرى سليمة تبدأ تتغذى عليها، تنقل الفيروس للنباتات السليمة وتصبح النباتات مصابة بتورد القمة. أنا لازم أعمل برنامج وقائي، رش مبيدات الموصى بها. بس الرش هنا ناخد بالنا لأن طريقة الرش مهمة قوي قوي. إحنا كنا بنشوف في المزارع دكتور عبد الحميد المزارع بيرش بطريقة خاطئة، هو عنده تورد وطبعا عاوز يكافح حشرة المن، يبدأ يرش على الساق القزبة وعلى الأوراق، وأقول له ده غلط لأنه المن موجود في أغماد الأوراق وفي منطقة البلعوم في قلب النبات. أنا بقول لك افتح البشبور بتاعك على هيئة شمسية بحيث محلول الرش المبيد ينزل زي ما يكون في مطر نازل على العود، هتوفر المبيدات وهتجيب نتيجة كويسة. وابدأ البرنامج ده، بس فترة ما بين الرشات دي راجعة بقى معلش دي لكل مزرعة، هل الإصابة فيها خفيفة الإصابة شديدة، يعني الفترات دي أنا ممكن أتحكم فيها. لكن إحنا بننصح المزارع من بداية إنشاء المزرعة رش إن شاء الله كل 20 يوم رشة وقائية، يبقى لو في موجود من هقدر أكافحه وأتخلص من تورد القمة. معانا عامر من الداخلية، أنا أسف إن أنا أخدت من وقت فهم. يا عامر ألو. إزيك يا دكتور؟ أهلا بيك. الله إحنا بنحيي حضرتك وبنحيي البرنامج العظيم ده، ربنا يحفظك. كنت عاوز أسأل حضرتك سؤالين بعد إذنك. اتفضل. السؤال الأول بالنسبة للأراضي اللي بتقع على المصارف الزراعية ونسبة الملوحة فيها يعني عالية شوية، ينفع فيها زراعة الموز؟ وانت مش متابعني من اول الحلقه يا عمر؟ لا انا لسه جاي دلوقتي. طيب هنرد عليك. السؤال الثاني، السؤال الثاني عاوزين حضرتك تعمل لنا حلقه عن الاراضي الزراعيه الجديده اللي الدوله بتعملها والمشاريع ديت، وازاي نروح او نتوجه ليه عشان نستثمر في الاراضي ديت اللي هي الدوله مجهزاها، زي ما السيد الرئيس قال ان الاراضي هتبقى مجهزه على البذر على طول. وعندنا مشروع مستقبل مصر جاهز للاستثمار. نعم. تمام، مشروع مستقبل مصر يعني من اهم المشاريع، الاراضي بتبقى جاهزه. تمام، حاضر إجار. حاضر. احنا عاوزين كفلاحين متعودين على التمليك، ازاي سعر الفدان كام؟ حاضر. ازاي حاضر. نتوجه حاضر ان شاء الله، حاضر نعمل حلقه في الموضوع ده. حاضر حاضر، بشكرك. شكرا يا عامر. طبعا هو بيتكلم برضو على الملوحه واحنا اتكلمنا عليها. الموز عايز ارض جيده الصرف والتهويه، ارض تقيله، ارض مالحه، ما تناسبش زراعه الموز. هنرجع لرقم 7 وهي يا جماعه الحفاظ على ضغط الامتلاء. ايه ضغط الامتلاء؟ اللي هو التيرجر بريشر. الموز بيحصل انخفاض في ضغط العصاره جواه، فبيعمل ايه؟ فبيتظهر ظاهره بيسموها المزارعين التهديل، يقول للمزرعه هدلت اربع خمس ورقات على كل نبات مكسورين. ده من ايه؟ من انخفاض ضغط العصاره او ضغط الامتلاء او التيرجر بريشر. بينخفض من ايه؟ من الإصابة المجموع الجذري أو العطش. طبعا لو حصل ده عندي في مزرعتي معناها أن مش هيبقى فيه تزهير حلو، معناها أن أنا فقدت جزء من المجموع الخضري اللي هو في الآخر بيكون لي بيديني أوزان عالية أو بيساهم في تكوين الصحون. فده ممنوع أن الضغط ده ينخفض. في بقى طبعا ممنوعات بنشوفها في الممارسات خطأ، أربعة تحديدا بنبه إخواننا المزارعين يبتعدوا عنها. ما يردوش الموز أو يخدموا الموز بسبل الدواجن في الصيف. ليه؟ ترفع درجة الحرارة طبيعي، فيها بكتيريا وحرارة رطوبة عالية ممكن تبوظ للمزرعة. بالظبط. تاني حاجة التسميد الأزوت العالي خلال الموجات الحر. رابع حاجة التوريق الجاير. بلاش أي ورقة خضراء فهي شغالة، بلاش أقرب منها. وبعد كده اللي هو بعد عملية الرد أو الخدمة، الأوراق الجافة والسماد العضوي والسوبر والكبريت بتوعي وبرد، فبتكون طبقة اسفنجية بتعلق معايا كمية مية كبيرة. أما أشغل الشبكة بتاعته وأبدأ أروي، انتبه أيها المزارع إن في كذا ساعة
يعني الشبكه تبقى شغاله ري ولسه النبات ما شربش، الماء بتعلق في هذا الحجم الاسفنجي الجديد وتبدا يظهر انت راوي ويظهر اعراض عطش في المزرعه. طب يعمل ايه؟ يعمل ايه؟ يزود ايه شويه يراعي القصه دي، يراعي القصه دي. دي بتظهر المشكله دي بتظهر في الصيف فقط، في الشتاء ما بتظهرش. ليه؟ لان الاحتياجات بتبقى ايه قليل. فانا بنبه يبقى يقظ الموضوع ده. طبعاً بروي يا اما في الصباح الباكر او في اخر النهار. طبعا احنا قلنا نسمد ازاي وبلاش موضوع التسميد اخر الري ده. قلنا ليه؟ عشان بخطر على الجذور. قلنا لما نيجي نعالج بمبيدات كيماويه ما في طريقه، انت ممكن تجيب المبيد وانت ما تحطه بطريقه مش اوبتيمم تبوظه ما تاخدش منه. ففي ثلاث شروط، لازم المبيد يبقى ماده فعاله سليمه، مبيد موصى بيه ومبيد محترم موصى بيه. تمام. مش كده. تاني حاجه اضيفه للتربه بتركيز مميت، مش اقعد بقى اضيف كميه ميه كبيره عليه. المبيدات الكيماويه احنا بنتكلم مش البكتيريا. أيوة البكتيريا ما بيفرقش معاها الميه، انما التسميد يموتها والاحمار. المبيدات الكيماويه ما ادورش بعديه ميه كتير، بخف فعاليه المبيد. بخف فعاليه. النقطه الثالثه ان انا ما احطوش مثلا دلوقتي واجي بعد ساعتين ثلاثه اروي واسمد. لازم سيب له فتره يبدا ايه يدي فعالية في الأرض. فترة تأثير في الأرض. فدول ثلاث شروط عند استخدام المبيدات الكيماوية: مادة فعالة سليمة، تركيز مميت، فترة كافية لإيه عشان أخد منه تأثير. طبعا برضو في حاجة احنا قلنا مبيدات الحشائش، رش مبيدات الحشائش في مزارع الموز. يا جماعة أرجوكم انتوا بتستهتروا بالحكاية دي مش بيستهتروا، بيستسهلوا، عنده شوية حشائش نزل الناس بالرشاشات. يا جماعه الموز نبات كبير ممكن يدمر المحصول. هو بيحصل يا فندم، بيدمر المحصول. نبات كبير وهو ما بيموتش ولكن بيتسمم ونموه بيقل خالص. بالزبط. فتره بالزبط. تلاقي المنطقه كلها فيها تزهير وانت لا. ليه؟ عشان رشيت باستهتار، حصل اتوميزيشن للمحلول، الرش راح على امتصه والماده مشيت. يا جماعه ده ماده بتموت نبات، لازم هتأثر على التاني. فلازم أرش برشاشة يدوية وبدون ضغط عشان ما يحصلش إيه القطرات أتوميزيشن، القطرات درفت على القطرات تبقى كبيرة تنزل مكانها. أستخدم الأقماع دي اللي بتقفل على الأرض عشان أغطي، يبقى في حماية معايا على الجورة. بالزبط. وما أخدش الأرض من الأولى لأخرها، أخد الحتت بس فيها سعدة أو نجيل يصعب مكافحتها، بقر الإصابة. فأنا بنبه وبحذر من استخدام يعني في اقصى ايه يعني ناخد التدابير اللازمه. مبيدات الحشائش بصفه عامه الحقيقه يعني ليها محاذير كبيره او كتيره في استخدامها. اخر نقطه وهي فوضى كميات التسميد. احنا دلوقتي يا جماعه كل اللي التسميد اسعاره غليت، لازم احنا برضو نغير استراتيجيتنا عشان نحافظ على الجوده ونقلل التكاليف ما ترفعش معانا. فانا بقترح يعني مثلا احدد الكميه على حسب الارض تقيله ولا خفيفه والنبات. الخلف غير الامهات، غير النبات الكبير غير الصغير. احنا قلنا كل مرحله من مراحل عمر النبات ليها برنامج تسميد، وكل نوع تربه. بالظبط. وكل نوع تربه وتحليل التربه هلاقي فيها عناصر كذا. كل ده يوضع في الاعتبار. هحط كميات صغيره يعني كمتوسط استرشادي، هي دي رؤيه الخاص. يكفي لو في امهات في تربه مثلا اللي هي الصفراء او التقيله شويه دي 8 كيلو بلاش 12 و16 كيلو والكلام اللي انا بشوفه ده. في خاطئ عند المزارع دكتور عبد الحميد ان كل ما زود التسميد كل ما بيديني انتاجيه عاليه، ما يعرفش ان ده ممكن يعمل العكس. بيعمل العكس فعلا. الأراضي طبعا وضع طبيعي. مثلا الامهات في تربه رمليه طبيعي ازودها شويه كده لحد 10 كيلو. طبعا دي متوسطات واسترشاديه لان بشوف 15 و20 بدون داعي. طبعا. تمام. ولو في خلف في ارض تقيله ممكن لحد 10، خلف في تربه رمليه لحد 12. طيب حد هيقول لي كنت في محافظه المنوفيه وفلاح ناصح مزارع موز ناصح كده قال لي ايه المعدلات دي اقل من حتى التوصيات. يا سيدي جرب هتلاقيها هي اللي ناجحه. انا قلت له بقى ايه، في شرطين عندي، هي اقل من التوصيات فعلا بس انا دلوقتي التوصيات دي يعني كل حاجه بتتغير. انا في ظل ارتفاع الاسعار ممكن لو انا بدي 12 كيلو للفدان، الكفاءة الاستفادة من الكمية ده قد ايه؟ لو هي 50% 60%، طب ما انا ارفع الكفاءة دي واقلل الكمية. بالزبط. دي الفكرة. بالزبط. يبقى انا اهتم بالتسميد العضوي والجذور عندي الروت سيستم ايه؟ ما يتصابش. لان لو اتصاب وحطيت مهما حطيت مش هستفيد منه النبات. تمام. دي الفكرة. حضرتك وصلت لاخر نقطة واحنا وصلنا لنهاية الحلقة.
الحقيقة معلومات قيمة ومهمة جدا، وإحنا كنا حريصين إن إحنا نعرضها. وأنا الحقيقة مبسوط جدا من الدكتور عبد الحميد لأنه هو ركز على نقاط أو أخطاء شائعة بيقع فيها المزارع. في نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين لا يسعني إلا نتقدم بجزيل الشكر لزميل العزيز الدكتور عبد الحميد الشاهد الأخصائي بقسم بحوث الفاكهة الاستوائية بمعهد بحوث البساتين بمركز البحوث الزراعية. بشكرك جدا دكتور عبد الحميد، إن شاء الله يكون لنا لقاءات. شكرا أيضا لكم أعزائي المشاهدين على كرم المتابعة، والشكر لكل فريق العمل في هذا البرنامج. اللهم احفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من أراد بمصر سوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره. اللهم أمين. إلى أن ألقاكم غدا بمشيئة الله، لكم مني أطيب المنى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.